مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في صورة تعبر عن الفخر والاعتزاز، ظهر النجم المغربي إبراهيم دياز يحتفل بفوزه بدوري أبطال أوروبا مع فريق ريال مدريد. دياز الذي لعب دورا كبيرا في تتويج فريقه باللقب التقط صورة وهو يرتدي القميص الأبيض الشهير للنادي الملكي وميدالية البطولة الذهبية، ولكن ما لفت الأنظار بشكل خاص هو القلادة التي ارتداها والتي تحمل علم المغرب واسمه إبراهيم. تلك القلادة ليست مجرد قطعة زينة بل هي رمز لانتمائه وفخره بجذوره المغربية. دياز الذي نشأ وتربى في إسبانيا لم ينسى أصوله المغربية ويعبر عن هذا الفخر من خلال ارتداء هذه القلادة المميزة. هذا الإنجاز الكبير في مسيرته الكروية يضاف إلى تاريخ مشرف للاعبين المغاربة الذين تألقوا في أكبر المسابقات العالمية. إبراهيم دياز بات يشكل نموذجا يحتذى به للشباب المغربي والعربي، حيث يثبت أن العمل الجاد والطموح يمكن أن يوصل إلى أعلى المستويات. قصة دياز تلهم الكثيرين في العالم العربي وتعزز الأمل في تحقيق النجاحات الكبيرة على الصعيدين الرياضية والشخصية. بفضل موهبته وإصراره يواصل دياز كتابة فصول جديدة من المجد والفخر لعائلته ووطنه المغرب. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.